بسم الله. احنا في الشهر الجميل ده، شهر الرحمة، اللي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. انفردت صفة الرحمة في القرآن بالصدارة، وفي فرق كبير قوي عن أي صفة أخلاقية تانية. اتكررت صفة الرحمة بمشتقاتها يمكن 315 مرة، وإذا شفنا أو سمعنا وتابعنا أدعية الأنبياء هنلاقي أن الدعاء بالرحمة قاسم مشترك بينهم. لما سيدنا آدم مثلا ومعه زوجته حواء قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعاء سيدنا نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دعاء سيدنا موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الرحمن الرحيم اسمين من أسماء الله الحسنى، لكن في فرق بينهم. اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، سواء مؤمنين وغيرهم، وفي طبعا في الآخرة بالنسبة للمؤمنين. الرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. استدلينا بكذا بقول ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسم الرحمن عشان يعم جميع خلقه برحمته، زي ما إن العرش بيعم جميع مخلوقاته فرحمته تتسع لجميع المخلوقات. وكان بالمؤمنين رحيما. كمان الرحمن بيدل على صفة يمكن ذاتية، الرحيم بيدل على صفة فعلية. ممكن نقول على إنسان إنه رحيم لأن تصرفاته وسلوكه فيه رحمة، إنما مش ممكن أبدا نقول على أي مخلوق في الدنيا إنه رحمن، لأن صفة الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى، صفة خاصة بالمولى عز وجل. فالرحمة بتشمل الشخص، جنين ورضيع وفطيم وناشئ. فالرحمة نعمة من نعم المولى اللي لا تعد ولا تحصى. ومن تجليات الرحمة على سبيل المثال إرسال الرسل عشان يهدونا لعبده، وبرحمته تطلع الشمس والقمر والليل والنهار، والأرض مبسوطة لينا وجعلها مهاد وجعلها فراش. سبحان الله، يعني برحمته أنشأ السحاب والمطر وطلعت الفواكه والأقوات والمراعي. برحمته وضع الرحمة بين عباده عشان يترحموا. برحمته سبحانه وتعالى خلق الجنة وسكانها وأعمالهم. برحمته عمرت بأهلها. برحمته إن شاء الله نوصل ليها. برحمته إن شاء الله نعيش فيها. ما أحوج الخلق بعضهم لبعض عشان يبقى فيه مصالحة، يبقى فيه رحمة بينهم. من تمام الرحمة إن جعل بينا في الغني وفي الفقير، في العزيز في الذليل، في العاجز في القادر، أفقر الجميع إليه عشان خاطر يبقى كلنا محتاجين رحمة ربنا. رحمته إن ربنا جل جلاله خلق 100 رحمة، أنزل منها على الأرض رحمة واحدة بس، بتجعل الدابة بترفع حفرها عن ابنها عشان ما تأذيهوش. يا رحمة ربنا. طب يوم القيامة بقى في الآخرة رحمة أوسع من الدنيا بكتير. يا رب يا رب ارحمنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين. يا من وسعت رحمته كل شيء، يا الله يا رحمن يا رحيم.